مشاهدينا لنتابع وصول جثمان القديسة مارينا التي غابت عن بلدها 800 عام بعد أن عثر أو اكتشف أن جثمانها في إيطاليا بعد رحلة طويلة لا تعرف تفاصيلها بشكل محدد. القديسة مارينا التي اللبنانية الأصل طبعا هي بدأت رسالتها ككاهن في وادي قنوبين، ادعت أنها رجل لتخدم في الدير وعاشت حياتها في الخدمة والصمت والخشوع ليكتشف أنها امرأة بعد مماتها. طبعا هذه القديسة عرفت أيضا بقديسة الخصوبة، شفيعة الخصوبة، وهي كانت مثال للخدمة والتواضع في وادي القديسين. جثمان القديسة مارينا الذي يحافظ حتى الآن على كيانه كما يقال يعود إلى وطنه الأم. الجميع بانتظار هذا الحدث المميز الذي يعني المسيحيين بشكل خاص وكل اللبنانيين. طبعا من المقرر أن يزور الجثمان وادي القديسين وادي قنوبين. معنا من مطار بيروت الزميلة ميريلا أبو خليل، طبعا نشاهد وزير الخارجية جبران باستيل في استقبال الجثمان. ميريلا أنت في المطار، يا ريت تنقلي لنا يعني الأجواء في هذه اللحظة. نعم نادين، نحن موجودين بالمطار، الكل بانتظار وصول الجثمان. في فرقة من قوى الأمن كمان بدأ تعزف التراتيل لتواكب الجثمان ويدخل إلى صالون الشرف. الأخويات كمان موجودين وحاملين الأعلام، وثلاثة منهم كمان عم بيواكبوا وعم بينزلوا الجثمان من الطائرة. لفيف من الكهنة كمان عم بيشارك وهن توجهوا للطائرة كرمال ينزلوا الجثمان. الكل بانتظار هلأ قدام صالون الشرف يلي فتح اليوم بناء على طلب الكهنة لجميع المؤمنين يلي جايين يواكبوا هذا الحدث اليوم، وليس فقط إلى الشخصيات الرسمية. والأخويات رح يكونوا عم بيواكبوا كمان مع الكهنة هي الزيارة يلي رح تمتد لست أيام من اليوم ل 23 تموز، وهي رح يكون المحطة الأولى بالصرح البطريركي، ورح يكون في قداس عند الساعة الخامسة، ورح يكون يحتفل فيه مار بشارة بطرس الراعي البطريرك. ومن بعدها النهار الثاني وهو الأربعاء رح يكون يوم خاص للأخويات ليزوروا ويتباركوا، ورح يكون في صلاة دائمة من الساعة 8 صباحا ل 8 مساء. الخميس رح يبقى الجثمان طيلة النهار بالدمان كرمال العالم والمؤمنين يجوا ويتباركوا. الجمعة بيتم نقل الجثمان فجرا إلى وادي النوبين حيث مدفن الأساسي للقديسة مارينا، ورح يبقى حتى مساء الأحد 22 تموز ليعود بعدها إلى الدمان، و23 أي نهار الاثنين رح يغادر الجثمان لبنان ويعود إلى إيطاليا. هلأ فتحت البوابة ومثل ما عم نشوف عم بيواكبوا الجثمان وزير الخارجية جبران باستيل إلى جانب الكهنة، ومثل ما عم نشوف الجثمان، ورح يكون في عزف أكيد للتراتيل. نعم ميريلا، إذا رح نستمع هلا إلى التراتيل.
عم يطلبوا من الكل يتوجه إلى الداخل صالون الشرف ليوضع الجسمين على طاولة جوا للتبرك منه، واللافت أيضا وجود الممثلة تألا شمعون إلى جانب عدد من الممثلين، وهي يلي قامت بفيلم بيعرض قصة حياة القديسة مارينا. نعم، هذا الفيلم الذي عرض في الصالات اللبنانية ولازال يعرض حتى الآن يجسد حياة هذه القديسة المميزة التي أرادت دخول الدير، ولكن في ذلك الوقت لم يكن هناك أديرة تستقبل فتيات، لذلك ادعت أنها رجل ودخلت إلى الدير، وفي رحلة أرسلها رئيس الدير في رحلة يعني لتأدية رسالة معينة، تم الاعتداء على فتاة واتهمها أهل الفتاة بأنها هي من اعتدى عليها، وتحملت هذه التهمة بصمت من دون أن تتذمر، علما أنها هي أيضا فتاة، وبعدها طردت من الدير، ثم عاشت فترة طويلة من الصوم والصلاة ليعيد رئيس الدير استقبالها مرة جديدة في الدير، وحيث أمضت حياتها بالصلاة والخشوع، توفيت بعدها أيضا في هذا الدير، ليعرف بعد وفاتها أنها امرأة وإنما تقبلت هذه العزبات بكل صمت. أيضا هناك بقبرص قرية مخصصة للقديسة مارينا حيث تحصل على تكريم خاص هناك. طبعا هذه القرية لازالت تحت الاحتلال التركي، هي قرية مارونية. نذكر أن القديسة مارينا هي لبنانية عاشت في وادي قنوبين في المغاور والدير، حيث تنسكت وأمضت حياتها بالصلاة، إنما الجثمان رحل إلى إيطاليا في رحلة يشوبها بعض الغموض، ثم تعود اليوم بعد 800 عام إلى لبنان، وستزور كما قالت الزميلة ميرالا وادي القديسين، وادي قنوبين، حيث عاشت رسالتها الكهنوتية. إذن هذه الزيارة مميزة جدا، تحمل طابع خاص للمسيحيين في لبنان، للبنان بشكل عام. وهذه الصور هي مباشرة من مطار بيروت الدولي لاستقبال جثمان القديسة مارينا، التي يقال أنه لا يزال يحافظ على حاله كاملا رغم مرور كل هذه السنوات على وفاتها. أولى عجائب هذه القديسة كانت قبل موتها بساعات وأيام قليلة، إذ أبصر أحد الرهبان في الدير لدى وفاتها النور عندما وضع يده على جثتها وبكى وصلى قربها، فأبصر النور وهو كان لا يرى إلا بعين واحدة. وأيضا الكنيسة القبطية أيضا تحتفل لديها عيد مميز لهذه القديسة المميزة وتكرمها بشكل خاص. جد القديسة مارينا كان كاهنا أيضا، وهي طبعا يعني
كبرت معه في المنزل وكانت تهتم به وتهتم تخدم الرعية وأهل الضيعة. ميريلا أنت معنا من صالون الشرف أظن في المطار حيث في استقبال القديسة مارينا هذه الحشود المميزة طبعا شخصيات رسمية دينية وسياسية. كنت ميريلا كنت عم تحكينا عن برنامج الزيارة بالتحديد أي متى بيقدروا العالم يزوروا ويشوفوا جثمان القديسة مارينا للتبرك منهم؟ نعم نادين العالم بيقدروا من لحظة انتقال الجثمان من هون إلى الديمان أو الصرح البطريركي هونيك بيقدروا يروحوا يشوفوا الجثمان وبيقدروا كمان لنهار الجمعة ونهار الجمعة رح ينتقل إلى وادي النوبين حيث القبر الأول تبعه موجود. هلأ رح نكون مع مؤتمر صحفي لسيادة المطران جوزيف نفاع النائب البطريركي العام عن منطقة الجبة. نحن بحضرة القديسة عظيمة جاي تزور أرضنا القديسة مارينا هلمي بسلام هلمي عانق التراب الذي ضمك منذ 1500 سنة تراب الأرز تراب العز تراب الشرف أرض القديسين عانقي رفاة البطاركة الذين عاشوا في هذا الوادي المقدس من جبال لبنان الأبي باركي أرضنا عانق القديس شربل والقديس رفقة والقديس نعم طلال الحرديني أنتم حافظتم على لبنان الرسالة أنتم حافظتم على لبنان القداسة أنتم جذور هذا الشرق. أترك الكلمة لسيادة المطران جوزيف نفاع المعاون البطريركي على منطقة الجب وصغرته مرحبا بمعالي الوزير جبران باسيل ابن منطقة القديسة مارينا. نرحب بكم جميعا أصدقاء أحباء أخويات رهبان وراهبات نرحب بكل الذين تعبوا معنا لكي تأتي هذه القديسة العظيمة إلى لبنان. أشكر الأستاذ فيليب زيادي أشكر المونسينيور توني جبران خادم الرعية المرورية في روما والوفد المرافق من الكنيسة التوليانية. والشكر موصول طبعا بداية ونهاية إلى الله سبحانه وتعالى وإلى أبينا السيد البطريرك مرب شارة بطرس الراعي الكلي التور سيد الكلي. نحن واقفين هلأ بلحظة تحقيق الحلم يلي صار له فترة طويلة صار له سنين عم نسعاله حضره وعم نتعب كرمال اليوم نلتقى بهاللحظة. فيني أقول عنا لحظة تاريخية وقت اللي بوقف وبشوف قديش العالم كله متمسك انه يكون عنده تخيري من لبنان وبيجي الوفد معه طيحافظ عليها مهتمين فيها بإيطاليا أدنى وأكتر شوي. هيدا دليل قديش تراب لبنان غالي ومقدس وقدي العالم كله بيعرف انه هالأرض هي أرض القداسة. يا ريت نحن كمان اليوم نوقف ونرجع نتذكر أهمية بلادنا وقديش هي مميزة بعين الله ولازم تكون مميزة بعيننا. وكمان وقت اللي منوقف قدام القديسة مارينا لازم نعرف انه تاريخنا ولا يوم كان تاريخ سهل كل عمره تاريخ صعب لكن اللي عم نعيشه اليوم منه شي جديد على أرضنا. نحن منا بحال أسوأ من جدودنا لذلك مارينا اليوم عم تدعي كل واحد منا يضل مآمن بأرضه ومآمن ببلده وما تكون الصعاب قدامنا هي مجال تنفل ونهرب لبل نضل متمسكين بهيدا التراب لأنه البلد بلد رسالة.
والقديسين حاميينه. مارينا جاي اليوم تتبارك كل إنسان بلبنان، كل إنسان بدون استثناء. هي اللي حبت الكل حتى اللي ظلموها واضطهدوها. بركتها رح بتكون على كل إنسان بيطلب هيدي البركة، وإن شاء الله بتكون مجال جديد إنه لبنان يرجع لبنان اللي منحبه، لبنان الأمان والسلام لكل أبنائه والازدهار لكل إنسان عايش فيه أو بحط إجره فيه. شكرا معالي الوزير على وجودك وتركك في الملائكة. اليوم في بركة جديدة حلت على لبنان، على شعبه وعلى أرضه. لبنان بلد البركات والنعم. بعودة القديسة مارينا إلى أرضها، اليوم لبنان عم بيستعيد نعمة من نعمه. أنا اليوم بزيادة عن وجودي هون بانتمائي وبإيماني، أنا اليوم كوزير خارجية جاي على أرض المطار استقبل القديسة مغتربة من لبنان. هالقديسة رد على لبنان شاب كمان مغترب من لبنان، شاب طلع لبرا ورجع، رجع معه نجاحه على لبنان. مثل ما هالقديسة طلعت من أرض لبنان أرض القداسة، راحت نشرت القداسة بالعالم ورجع اليوم ترد القداسة على منبعها على أرض القديسين. هيدا الأرض يلي قاومت كل سنين واستمرت، هيدا الأرض اليوم عم بتقلنا نحنا منستاهل أن نبقى فيها. نحنا بدنا نضلنا نشتغل كلنا سوا كلبنانيين تنحافظ على وطننا وعلى أرضنا، والأهم نحافظ على إيماننا بهالوطن هيدا، ونشتغل كلنا سوا تنرد من تشريننا ونحافظ على أيامنا ونرد للبنان وهجه وأيامه الحلوة. شكرا سيدنا، وشكرا للمونسينيور جبران يلي ساعدوا لفيليب ابن الكنيسة مع ابن الانتشار لجمعوا الكنيسة والانتشار للبنان يكون أعظم وأكبر. شكرا. أول أمر سيدنا، نحن لحكم بس كل سوا من بعد ما نختم بالصلاة لح نحمل الجثمان إلى خارج المطار ونمشي بالموكب حسب البرنامج المعد له. نحن ما نشكر الأجهزة الأمنية كلها اللي عم ترافقنا اليوم، الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، جهاز أمن المطار، جهاز الأمن العام، وكل الأجهزة يلي سهراني حتى تطلع هالزيارة زيارة مباركة وموفقة. إذا بتطيروا سيدنا رح يبلش بالصلاة معكم، كل الصلاة بإيديكم. كمان بدي أشكر وسائل الإعلام يلي عم ترافقنا كل هالنهار واحتفلنا كل الأسبوع. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيتها القديسة مارينا، يا من شغفتي بحب المسيح وتحليت بالطاعة والخدمة وعيش الفقر والبساطة، تشفعي للكنيسة كي تبقى شاهدة لهذه الفضائل الإنجيلية. يا من لبست حلة الصمت والوداعة وتقبل الظلم، تشفعي للمظلومين والمضطهدين كي ينشروا على مثالك ملكوت الحب والغفران. يا قديسة من لبنان، تشفعي لوطنك حتى نحيا ونعمل بحسب الإنجيل يدا واحدة في سبيل الخير العام وكرامة الإنسان. أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. وبشفاعة القديسة مارينا قديسة لبنان وقنوبين،
فليباركنا الثالوث الأقدس ويبارك بلادنا والمسؤولين فيها وجميع العاملين لخيرها وكل الشعب اللبناني باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد له المجد إلى الأبد أمين. ألف شكر. كنا مشاهدين مع وقائع استقبال جثمان القديسة مارينا بعد 800 عام من الغياب عن لبنان. كما ذكرنا القديسة مارينا ستتوجه إلى الصرح البطريركي ومن ثم إلى قنوبين لتعود بعدها إلى روما. مشاهدينا هذا كل شيء حتى الساعة. شكرا للمتابعة.